ما هو الاضطراب ثنائي القطب؟ تعبير ثنائي القطب يعني النقيضين. بالنسبة للملايين ممن يعانون من اضطراب ثنائي القطب، الحياة مقسمة بين حقيقتين مختلفتين، الابتهاج والاكتئاب. على الرغم من وجود أنواع عديدة من الاضطراب، فسندرس اثنين منها. للنوع الأول فترات ذروة قصوى بالإضافة إلى فترات هبوط، بينما يشمل النوع الثاني فترات أقصر من الابتهاج تتخللها فترات طويلة من الاكتئاب. قد يشعر الشخص المتأرجح بين الحالات العاطفية باستحالة إيجاد التوازن الضروري لعيش حياة صحية. تعرف ذروات النوع الأول بحالات الهوس، وقد يتراوح شعور الشخص بين سرعة الانفعال إلى القوة الخارقة، ولكن حالة البهجة هذه تفوق مشاعر الفرح العادية، مسببة أعراضاً مزعجة مثل تسارع الأفكار والأرق والكلام السريع والتصرفات المتسرعة والسلوكيات المتهورة. من دون علاج تصبح هذه النوبات أشد وتستغرق وقتاً أطول لتهدأ. مرحلة الاكتئاب من اضطراب ثنائي القطب تظهر في نواح كثيرة: مزاج منخفض، أو تضاؤل الاهتمام بالهوايات، أو تغيرات في الشهية، أو الشعور بالتفاهة، أو الذنب، أو النوم أكثر أو أقل من اللازم، أو الأرق، أو البطء، أو التفكير في الانتحار. حوالي 1-3% من البالغين يعانون من مجموعة واسعة من أعراض اضطراب ثنائي القطب. معظمهم أعضاء فعالون مساهمون في المجتمع، وحياتهم واختياراتهم وعلاقاتهم لا يحددها الاضطراب، ولكن ما زالت العواقب وخيمة بالنسبة للكثيرين. قد يعيق المرض الأداء التعليمي والمهني والعلاقات والأمن المالي والسلامة الشخصية. ما سبب اضطراب ثنائي القطب؟ يعتقد الباحثون أنه تركيب الدماغ المعقد. تحافظ الأدمغة على صلات قوية بين الخلايا العصبية بفضل جهود الدماغ المستمرة في التخلص من الوصلات العصبية غير المستخدمة أو المعيبة. هذه العملية مهمة لأن ممراتنا العصبية هي بمثابة خريطة لكل ما نقوم به. باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، اكتشف العلماء تعطل قدرة الدماغ على التقليم عند المصابين بهذا الاضطراب، وهذا يعني أن خلاياهم العصبية تصاب بالخلل وتنشئ شبكة يستحيل التنقل فيها. بالإشارات المتضاربة تطرأ لدى مصابي اضطرابات ثنائي القطب أفكار وسلوكيات شاذة، وكذلك أعراض ذهانية كالكلام والسلوك المشوش والأفكار الوهمية وجنون الارتياب والهلوسات قد تظهر أثناء المراحل المتطرفة من اضطراب ثنائي القطب، ويعزى ذلك إلى زيادة مفرطة في ناقل عصبي يدعى الدوبامين. ولكن بالرغم من هذه المعرفة لا يمكننا تحديد سبب محدد لاضطراب ثنائي القطب، بل إنها مشكلة معقدة. مثلاً تشارك اللوزة الدماغية في التفكير والذاكرة طويلة المدى والمعالجة العاطفية. في هذه المنطقة في الدماغ عوامل كالوراثة والصدمات النفسية الاجتماعية قد تخلق تشوهات وتحفز أعراض هذا الاضطراب. ينتقل المرض في العائلات عادة، لذلك للعوامل الوراثية دور كبير فيه. ولكن هذا لا يعني أن هناك جين ثنائي القطب واحد، إن احتمالات الإصابة باضطراب ثنائي القطب تقودها التفاعلات بين العديد من الجينات في وصفة معقدة نحاول فهمها. الأسباب معقدة، وبالتالي فإن تشخيص اضطراب ثنائي القطب والتعايش معه هو تحد. رغم ذلك يمكن السيطرة عليه. بعض الأدوية مثل الليثيوم قد تساعد في إدارة السلوكيات الخطرة بتثبيت المزاج. تعمل مثبتات المزاج عن طريق خفض النشاط غير الطبيعي في الدماغ، وتعزز الوصلات العصبية القابلة للحياة. الأدوية الأخرى تشمل مضادات الذهان التي تغير من أثار الدوبامين، والعلاج بالصدمات الكهربائية الذي يعمل كنوبة مخططة بعناية في الدماغ، يستخدم كعلاج في حالات الطوارئ. يرفض بعض المرضى العلاج خوفاً من تبلد مشاعرهم وتدمير قدراتهم الإبداعية، ولكن يحاول الطب النفسي الحديث جاهداً تجنب ذلك. يتعامل الأطباء مع المرضى على أساس كل حالة على حدة لوصف مجموعة من العلاجات التي تسمح لهم بعيش أقصى إمكانياتهم المحتملة. يمكن لمصابي اضطراب ثنائي القطب الاستفادة من تغييرات أبسط غير العلاج، مثل ممارسة الرياضة بانتظام والنوم الجيد
والامتناع عن المخدرات والكحول والقبول والتعاطف من العائلة والأصدقاء. تذكر إن اضطراب ثنائي القطب هو حالة طبية لا ذنب للشخص فيه ولا يشكل هويته، ويمكن السيطرة عليه من خلال الجمع بين العلاجات الطبية التي تعمل داخلياً والقبول والتفاهم من قبل الأصدقاء والعائلة من الخارج، وتمكين مرضى اضطراب ثنائي القطب لأنفسهم لإيجاد التوازن في حياتهم. واصل التعلم بمشاهدة مقاطع الفيديو هذه، ولا تنسى الاشتراك في القناة، لا تفوت الفرصة لتعلم أشياء جديدة.